السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله راح نتناول الجزء الثاني من قواعد اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي، الوحدة الثانية والثالثة. وصلنا النمبر 25. We have eaten good food. أكلنا طعام جيد. زمن مضارع تام. فشن نحتاج نحول إلى يا زمن حسب المطلوب بين القوسين. Present perfect continuous، زمن مضارع تام مستمر. طبعا have eaten هذا حدده مضارع تام، عندنا الهاف والتصريف الثالث. اما عندنا المضارع التام المستمر راح نحتاج الى has or have زائدا been زائدا فعل ing، يعني فعل يحتوي على ing بالنهايه. فاختارينا have، then عندنا ضمير الفاعل we، فصارت القاعده we have been eating. مرات شاف واحد have been راسا قال هذا مضارع تام، لا مو عندنا ملحوق فعل بي اي ان جي، فنقول مضارع تام مستمر. نمبر 26، they haven't been swim in the pool because they prefer the beach. ما كانوا يسبحون بالحوض السباحة بسبب because they prefer the beach، يفضلون الشاطئ ساحل. correct، فصحح الفعل haven't been swim، فبين تحتاج بعدها هنا شنو صيغة الاي ان جي يعني present participle swimming in the pool، فضفنا ضعفنا الام وضفنا ing. 27، I haven't been taking be between two brackets taking pictures because I forgot my camera. فاحتاج تصحيح الفعل هنا be، شي يصير لازم been، ليش؟ لان عندنا فعل بي ing ملحق، فنقول I haven't been taking pictures because I forgot my camera. My sister number 28. My sister has learned to sail. يعني تعلمت كيف تبحر. فهذا زمن مضارع تام. Has زائدا تصريف الثالث للفعل learn، هو فعل قياسي اعتيادي بالماضي نضيف له ed. حول إلى present perfect continuous ضفنا been وفعل ب ing. وحذفنا ed ضفنا ing. Number 29. My parents visited museums. يعني والدي زاروا المتاحف. زمن ماضي، ما عندنا لا هاز ولا هاف زائدا تصريف ثالث، بس فعل ماضي visited museums. بين قوسين مطلوب من عندي present perfect continuous، فشون احوله؟ اقول my parents الفاعل، احتاج هاز بالمضارع التام، واحتاج been، واحتاج فعل بي اي ان جي has been visiting museums. هدفنا البين والvisiting، او يعني ضفنا مثلا has visited، صار has visited صار مضارع تام، صار my parents visited صار ماضي. بس إذا عدنا القاعدة has been و visiting museums صار عندي مضارع تام مستمر. Number 30. My sister أقول borrowed or lent me. قلنا إحنا إذا بعد الفراغ me ضمير مفعول به أو اسم نختار الفعل lent، بس بعدة أشكال هنا بزمن الماضي lent، فنقول my sister lent me أقرضتني her headphones. عندنا circle the correct word يعني ضع دائرة على الكلمة الصحيحة. 31. عندنا رقم 31. can I borrow or lend your book. عندنا صفة تملك، إن إذا صفة تملك نستخدم الفعل borrow. I left mine أنا تركت مالتي يعني الخاص بي الكتاب at home بالمنزل. Number 32. صف يعني عندنا رقم 32. محمود wanted to borrow أراد أن يستعير أو يقترض lend a map، أراد أن يستعير to borrow a map شيء يعني زين. عندنا 33. سامي نقول borrowed or lent محمود، لا احنا قلنا اسم بعد يعني اسم شخص بعد الفراغ نستخدم lent. سامي lent أقرض محمود a magazine مجلة about penguins حول البطاريق. 34. Think carefully فكر بعناية before you borrow or lend، دائما عادة قبل أن تقرض شيء لازم تفكر بعناية. Something to a person هاي تختلف شوي عن باقي الجمل، هنا لازم نستخدم الفعل lend شوي حالة استثنائية. 35. I had to borrow or lend a pen from the teacher، أريد أستعير a pen شيء، فنستخدم الفعل borrow، ما عندنا لا ضمير مفعول به ولا اسم شخص حتى استخدم الفعل lend. زين عندنا 36. عبد الله اليوم are in year 10. قلنا اذا الفعل جمع بعد الاسمين نختار شنو
البوث و and نقول بوث عبدالله and اليوم are in year 10. 37 عبدالله اليوم walks. احنا اذا شفنا الفعل بحالة المفرد الاس هاي اس الشخص الثالث، هاي ما عندنا فعل يجمع، عندنا الافعال الرئيسية to school. فش نقول؟ نقول no neither عبدالله nor اليوم walks to school، يعني لا عبدالله ولا اليوم تمشى الى يمشون الى المدرسة من يروحون للمدرسة. 38 عبدالله اليامز goes to school on Friday. طبعا عندي فراغ، يعني ما اقدر اطبق عليها، لا فراغ واحد، لا عندي البوت اقدر استخدمه هو الاند ولا الاز از ولا النايذر والنور. فالاختيار الصحيح انلايك، معناه انلايك عبدالله، مو مثل عبدالله. اليام goes to school on Fridays، اليام يذهب الى المدرسة في ايام الجمعة. 39 يعني عندنا رقم 39، اليامز سكول از نوت، يعني مدرسة اليام، اريد هذا مقارنة، فشو نحتاج؟ مقارنة نحتاج از افضل هنا، نقول از نوت، ويفيد الديفرنسز الاختلافات، از نوت از بيج از عبدالله، يعني مدرسته ليست كبيرة كمدرسة عبدالله. ياسمن جو تو ذا بوك شوب يسترداي، ذهبت الى شنو؟ محل الكتب البارحة. يسترداي وعندنا جو فلازم ماضي، ويصحح الفعل فيصير ياسمين went to the bookshop yesterday. 41 أنوار bought books for her English class، اشترى لها يعني شنو؟ كتب لصف اللغة الإنجليزية. past continuous هي الجملة يا زمن ماضي، لأن بس bought يعني تدل على الماضي. فشون صارت الجملة أنوار الفاعل وحولها إلى ماضي مستمر تاج يواز يوير نواز، لأن أنوار ضميرة هي، أقول أنوار was buying books for her English class. 42 ياسمن point to a big book، يعني أشارت إلى، زين هاي الجملة عندنا بها خلل، ليش؟ كاتب لي بين قوسين ماضي يحتاجها، فالpoint هو فعل قياسي نضيف له ed، نقول ياسمن pointed to a big book. 43 my teacher tell us it was a really good book last week، أخبرنا أنه حقا كتاب جيد الأسبوع الماضي. فcorrect الفعل tell، فشي يصير بالماضي told، لأن هو طالب من عدي تصحيح الفعل، وعدي last week دلالة على زمن الماضي. زين 44 أنور was hold a book، كان يمسك كتاب when I saw him. correct يعني من رأيته كان مستمر بحمل هذا الكتاب. فش أحتاج؟ أحتاج فعل ing، أقول أنور was holding a book، وعدنا قاعدة الوين قبلها لازم شنو يجي؟ ing، والبعدها ماضي بسيط، وإذا كانت وين بالبداية جملة الماضي البسيط والبعدها الماضي المستمر. ياسمن start looking for the books she wanted، يعني بدأت بالبحث عن الكتب التي كانت تريدها. past simple. زين هنا عندنا ياسمن نحتاج شنو؟ نحول يعني الفعل الى ماضي بسيط. start هو فعل مجرد، فاضيف له ايدي لان هذا فعل قياسي مو شاد، اقول started. ياسمن started looking for the books she wanted. she had already eat so we decided to go to the cinema later. past perfect. had already شنو؟ eat الصير. had تحتاج تصريف ثالث، نقول eaten. she had already eaten. eat مجرد ate بالماضي هنا eaten. 47 رقم عندنا 47 I couldn't phone مريم، لم أستطع أن أتصل بمريم because بسبب I had leave. had شي يجي بعدها تصريف ثالث للفعل، عندنا هنا leave فعل مجرد، my mobile at home، فيقول لك correct صحح الفعل leave، قبلها had، يعني had يا زمن ماضي تام. أنا دائما ما دام عندي تام يعني أحتاج تصريف ثالث للفعل، بس أفرق عندي ماضي تام وعندي مضارع تام. أقول I couldn't phone Maryam because I had left my mobile at home. وإن شاء الله انتهينا من الجزء الثاني، وبعد إن شاء الله عدنا الجزء الثالث والرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.